من خلال المنابر ديالكم نوجه لكم التهاني بالسنة الميلادية الجديدة. من خلالكم طبيعة الحال الشعب المغربي قاطبة كنتمناو للجميع السعادة والهناء والرقي والازدهار للبلاد ديالنا تحت الرعاية السامية ديال سيدنا الله ينصرو. كتعرفوا الاحتفالات ديال السنة جارين على تمثيلاتها السنوات الماضية، فكتكون واحد الترتيبات الأمنية اللي خاصة. الغاية منها هو أن تمر هذه الاحتفالات في أحسن الظروف ويرجعوا المواطنين للمنازل ديالهم آمنين سالمين. دونك بحال اللي قلت لكم كتكون ترتيبات خاصة اللي وفرت لنا الدعم المدير العام للأمن الوطني، الدعم اللي هو لوجيستيكي ومادي وبشري. الغاية المرجوة هو أن تمر قلت لكم هذه الاحتفالات في أحسن الظروف. بطبيعة الحال أنتم غادي تمشيو دابا غادي تزولوا في الشارع العام، غتلقاو جميع المحاور هي مؤمنة بتشكيلات وتلوينات أمنية مختلفة، غتلقاو دوريات راجلة، الدوريات اللي هي ديال الدراجيين اللي هي متحركة، سيارات ديال النجدات، سيارات لمصفحة النوع الجديد اللي وفرت لنا المدير العام الوطني، غتكون متمركزة في المحاور وتا هي على استعداد التدخل أي حالة اللي كتستدعي أن تدخل. طبيعة الحال كذلك على مستوى قاعة القيادة والتنسيق عندنا الشاشات اللي هي كتتبع أي صغيرة وكبيرة في الشارع العام بالاعتماد ديال الكاميرات اللي منصبة في جميع المحاور. دونك حنا الحمد لله مستعدين على أهبة باش أننا نكونوا في المستوى أن المواطنين ديالنا يحتفلوا بهذه السنة في أحسن الظروف، ونتمنى إن شاء الله أن تدوز في أحسن الظروف. بغينا كل شيء يمشي لدارو بحال اللي قلت لكم سالم في آمن، وبطبيعة الحال اللي زاغ على القانون المسار غادي يطبق معاه المسطرة القانونية بدون تجاوزات. السيد ولي الأمر أعطى التعليمات ديالو في الكلمة ديالو أن باش يكون الاحترام ديال المواطن ويكون التأطير ديال المواطنين وما تكونش تجاوزات، وندخلوا في الحالات الشادة اللي يكون التدخل فيها ويكون بطبيعة الحال التطبيق ديال القانون.